أهلا بحضراتكم من جديد إلى نشرة الثالثة. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق. وشدد المركز على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.